رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سمعنا هذه الآية قبل قليل في صلاة الفجر مع الإمام أستاذ إبراهيم جزاه الله خيرا، وهي آية عظيمة قصها الله علينا في سورة آل عمران، وسميت السورة بسبب هذه الأسرة المباركة، وهي ثاني سورة في القرآن الكريم من الطوال، تأتي بعد سورة البقرة. على الرغم من طول السورة وكبرها وامتلائها بأحكام وأخبار وقصص وآيات، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون اسم هذه السورة سورة آل عمران بسبب هذه المرأة الصالحة الطاهرة التقية الولية، امرأة وليست رجلا، امرأة قبل الإسلام وليس بعد الإسلام، امرأة أخلصت فيما بينها وبين ربها، أخلصت ليس بالقول فقط، قولا وعملا وحالا، وأرادت أن تقدم كل شيء لربها، لربها أي لخدمة دينها، فما وجدت أغلى عليها بعد أن عاشت في العبادة وفي الطاعة وفي العمل الصالح، ما وجدت أغلى عليها من أن تقدم ما في بطنها في زمن عز أن يأتي النساء بالحمل. كانت حامل اسمها حنة وهي أم مريم، قالت إني وضعتها إني نذرت لك ما في بطني يا رب، تتكلم مع ربها، تناجي ربها، تدعو ربها، إني نذرت لك ما في بطني، نذرت لك، لك ليس لغيرك، ما في بطني محررا أي خالصا لك، ما أقول يا ربي هو لك وأنا أريد منه شيء، يا رب هو لك وأنا أنتظر منه فائدة أو نفع أو خدمة أو حسنة أو بر، أبدا كله لك، ما أريد منه شيء، محررا يعني كله لك خالصا. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يا رب تقبل مني هذا الدعاء، يا رب تقبل مني هذا العطاء، يا رب تقبل مني هذا النذر، يا رب تقبل مني، إنك أنت الكريم، إنك أنت الذي تقبل دعاء عبادك المساكين، إنك أنت السميع يعني أنت المجيب، تسمع دعاءنا وتجيب حاجاتنا وتقضيها لنا، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت العليم بنيتي بقصدي بصدقي أو كذبي، يا رب أنت تعلم نيتي خالصة لك، أنا صادقة معك، يا رب أنت تعلم فتقبل مني. الله، امرأة تنادي ربها بلغة ولا يقدر عليه العلماء، إخلاص وصدق وفهم وعبودية وذوق عجيب في حسن المعاملة مع الله سبحانه.